أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام من زاكروز الفضائية، أحييكم وأقدم لكم نشرة إخبارية أستهلها بأبرز ما جاء فيها من عناوين. الصحافة الكردية تحتفل بذكرى صدورها 21 بعد 100. إدانة كردستانية ودولية للتفجيرات التي هزت كنائس سريلانكا. وزير الخارجية التركي يزور أربيل الأسبوع المقبل. عبد المهدي يرفض استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية. والخارجية الأمريكية تحذر من هجمات أخرى في سريلانكا من قبل الجماعة الإرهابية. أهلا بكم. يحتفي الوسط الثقافي الكردستاني اليوم 22 من نيسان بالذكرى 21 بعد 100 لصدور أول صحيفة كردية في جمهورية مصر العربية عام 98 و800 وألف على يد عميد الصحافة الكردية مقداد مدحت خان أو بدر خان. توقد الصحافة الكردستانية في 22 من نيسان الجاري شمعة أخرى تضيء بها سماء الثقافة الكردية، ففي هذا العام تحتفل الأسرة الصحفية الكردستانية بإيقاد شمعتها 22 بعد 100 لميلاد أول صحيفة باللغة الكردية عبر التاريخ، والتي تمثلت بصدور العدد الأول من جريدة كردستان في مدينة القاهرة عاصمة مصر عام 1898 برئاسة عميد الصحافة الكردستانية مقداد مدحت بدرخان، الذي استطاع وبإمكانيات بسيطة أن يلعب دورا هاما في نشر الوعي القومي والثقافي في المجتمع الكردستاني. ورغم الظروف الصعبة لأن بدرخان مع زملائه تمكنوا من إصدار 31 عددا على امتداد 4 أعوام باللغتين الكردية والتركية. تم طباعة الأعداد 5 الأولى في القاهرة في مطبعتي الهلال وكردستان، وبعد ذلك أصبحت الجريدة تصدر من جنيف بسويسرا، ثم أعاد إصدارها مرة أخرى من القاهرة ثم بريطانيا وأخيرا سويسرا، حيث صدر من هناك العدد 31 لتتوقف الصحيفة بعد هذا العدد نهائيا عام 1902. عند الحديث عن الصحافة الكردستانية لا بد من ذكر دور المؤرخ حسين حسني موكرياني، الذي اشترى في عام 1915 ميلادية آلة طباعة وأضاف إلى الأحرف العربية التي كانت تستخدم في كتابة اللغة الكردية إشارة للدلالة على الأحرف الصوتية الكردية بعد إن عالجها في ألمانيا، وبذلك يكون حسين حسني موكرياني مؤسس الأبجدية الكردية وبالأحرف العربية والمؤسس الأول للطباعة الكردية والنشر الكردي. ساهمت الصحافة الكردية بشكل فعال في تشكيل وإعلان أول دولة كردية وهي جمهورية مهاباد في كردستان إيران، حيث تم تأسيس إذاعة مهاباد، وشهدت الجمهورية ازدهارا ثقافيا ومعرفيا في كل المجالات. هذا ولم تغب الصحافة والإعلام الكردي عن المساهمة في ثورة أيلول، إذ قررت القيادة أن تؤسس إذاعة خاصة بالثورة تنقل نشاط البيشمركة وتكون وسيلة لإيصال توجيهات القيادة السياسية للجماهير، وهكذا جاء تأسيس إذاعة صوت كردستان العراق بتوجيه من الأب القائد مصطفى البرزاني عام 1963. وإلى جانب الصحافة المسموعة كان للصحافة المقروءة دورا كبيرا في سلسلة الثورة الكردستانية، لذا اهتمت القيادة السياسية لثورة أيلول بهذا المجال ليأتي صدور صحيفة التأخي عام 1967، والتي استطاعت أن تصبح المنبر الحر لجميع الأقلام الصحفية الكردستانية والعراقية. عام 1990 شهدت الساحة السياسية الكردستانية في العراق حدوث انتفاضة جماهيرية واسعة
كانت للصحافة الكردية الأثر البارز في شحن الهمم وتشجيع الجماهير الثائرة ضد النظام الدكتاتوري. بعد ذلك وفي الأعوام التي تلت الانتفاضة، فإن الحركة الصحفية شهدت قفزة نوعية كبرى بعد ولادة أول قناة تلفزيونية ناطقة باللغة الكردية في المنطقة باسم فضائية كردستان في 17 من كانون الثاني عام 1999. القناة التي أضحت مدرسة إعلامية كبرى ترفض المؤسسات الإعلامية بالكثير من الطاقات والمواهب الإعلامية، واليوم إذ تحتفل الصحافة الكردستانية بذكرى تأسيسها، فإنها تحتفي بعميد الصحافة الكردية مقداد مدحت بدرخان الذي يدين له الشعب الكردي بالكثير. وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة إلى الإخوة المسيحيين في كردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة حلول عيد قيامة السيد المسيح عليه السلام أتقدم بأحر التهاني لجميع الأخوات والإخوة المسيحيين، وأتمنى أن يحيي جميع أعيادهم بسعادة وفرح وهناء. إن إحياء الأعياد والمناسبات الدينية للمكونات في كردستان فرص مناسبة للتأكيد على قيم التأخي والسلام والتعايش، ومن دواعي الفخر أنا لثقافة التعايش في بلادنا تأريخ عتيد، وبسبب تلك الثقافة الراقية لدى شعب كردستان أصبحت بلادنا نموذجا عاليا للتعايش بين المكونات الدينية والقومية يحتذى بها على مستوى العالم. بهذه المناسبة المباركة نتمنى للأخوات والإخوة المسيحيين الفرح والسعادة، ونأمل أن تكون هذه المناسبة بداية لإنهاء التطرف والظلم، وأن يعم السلام في منطقتنا والعالم أجمع. دمتم بكل خير وسعادة. هذا ووجهت حكومة إقليم كردستان رسالة تهنئة بمناسبة عيد القيامة إلى المسيحيين في كردستان والعراق والعالم، وتضمنت الرسالة تمنيات حكومة الإقليم للمسيحيين بالاستقرار والتعايش السلمي والتسامح، وكذلك قبول الآخر بين جميع المكونات والمذاهب الدينية، مؤكدة على أن تلك القيم التي عملت عليها حكومة الإقليم لترسيخها أصبحت محط تفاخر الشعب الكردستاني ومحط احترام العالم والإنسانية. كما وأشارت الرسالة إلى أن حكومة الإقليم تعمل على المساواة وحماية حقوق جميع المكونات في الإقليم، مجددة مباركة عيد القيامة للأخوات والإخوة المسيحيين، آملين أن يعيشوا الأعياد والمناسبات القادمة في ظروف أكثر استقرار وأمان بعيدا عن الحروب والعنف والإرهاب، وأن ينعموا بحياة تملأها الرفاهية والمدنية في كردستان أجمل. أجواء عيد الفصح المجيد في زاخو تجسد الأمان والتعايش السلمي في عموم مدن ومناطق إقليم كردستان. التقرير التالي يصور لنا هذه المشاهد. على صوت هذه الأجراس يتجمع أبناء الطائفة المسيحية لإداء طقوسهم للصلاة العيد الفصح المجيد التي يملأها الخشوع لرب واحد بأن يمن على البلاد السلام وسط أجواء من الفرحة والهدوء. بالحقيقة هذا العيد يذكرنا التعايش السلمي بين الأديان الثلاثة، المسيحية والإسلام واليهودية وبقية الديانات الأخرى، ولهذا نحن اليوم فرحون جدا بأن نستقبل جميع الناس من كل ديانات ومن كل طوائف. مشاركة المسلمين لإخوانهم المسيحيين في العيد ترسم صورة واضحة للتعايش السلمي في البلاد من خلال التبادل التهاني والزيارات بينهم، والتي تمحورت بأمنية واحدة ودعوات للتآخي والسلام. اليوم نحتفل مع الأخوة المسيحيين في مدينة زاخو ونشارك احتفالاتهم بمناسبة عيد قيامة عيد سيد المسيح، حيث أن هذه المدينة لها تاريخ قديم جدا
للتعايش والأخوة بين المسيحيين والمسلمين. أجواء الفرح في العيد كانت حاضرة ومرسومة في وجوه الجميع في مدينة زاخو، ولترفد من خلال قناة زاكروس للتهنئة بالعيد الفصح. الأجواء العيد احنا الحمد لله شكر بدنا نعيشها بأمان بين شعبنا الكردي. هاي المناسبة العزيزة أهن كافة مسيحي العالم ومسيحيين العراق بصورة خاصة، وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير. المسيحيين بشكل عام ومسيحيين اللي بإقليم كردستان بشكل خاص، ومن ضمنهم الشعب الكردي، يعني لأنه تقريبا أعيادنا ومناسباتنا مشتركة يعني، وزيارات متبادلة بيناتنا. أجواء العيد الفصح المجيد في إقليم كردستان متميزة ومفحمة بالفرح والهدوء، والتي شكلت محطة أساسية من محطات التعايش السلمي في البلاد. فالمجد لله العلي وعلى الأرض السلام، وللناس مسرة بهذه الدعوات أطلقت لتعم السلام في أرض السلام كردستان. من داخل كنيسة مريم العذراء في مدينة زاخو، نجلة سندي، زاكروس تي في. نبقى في كردستان وفي ذات الشأن وبأجواء عيد القيامة المجيد بمنطقة سوران، مشاهد من البهجة والفرح والتعايش الأخوي حرص على رسمها الكردستانيون المسلمون قبل المسيحيين. ريبر عبد الغفار كان هناك وجاءنا بهذا التقرير. مرحبا بك. أهلا بك. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الكنيسة. لماذا؟ لأبارك لإخواني المسيحيين عيدهم. مع الصباح الباكر جاء زرار إلى كنيسة مار أوراهم في قرية هوديان ليشارك إخوانه المسيحيين فرحة عيد القيامة. حوالي 6 صار كبير لبيك وأجين. نحن والمسيحيون نعيش هنا في قرية هوديان منذ 100 عام، ويجمعنا التعايش والأخوة، ونشارك بعضنا البعض في الأفراح والأحزان. أما زيارتي وأنا كين وأن إيماء كان. في أجواء تسودها البهجة والفرح والتعايش الأخوي بين المسيحيين والمسلمين، احتفل مسيحيو قرية هوديان التابعة لقضاء سوران في محافظة أربيل بمظاهر عيد القيامة المجيد، والذي يصادف ذكرى قيام سيد المسيح بعد 3 أيام على صلبه. نهني أبناء شعبنا الآشوري بكل تسمياته بعيد القيامة المجيدة. في هذا العيد نطالب بأن تكونوا العراق عمومة وإقليم كردستان في وضع سياسي واجتماعي هادئ، أن يكونوا أن يرجعوا بالخير على كل أبناء شعبهم. هذا وقد زار عدد كبير من المسلمين بيوت المسيحيين في القرية لمشاركة إخوانهم المسيحيين فرحتهم. بمناسبة عيد القيامة السيد المسيح، كل سنة في ربيع في هذه الفترة في نيسان سنقيم بأعياد في منطقة سوران في ناحية ديانة وفي قرية هوديان، وسيشاركون في المناسبة أيضا الأخوة الكرد من المسلمين، وحيث ستكون زيارات متبادلة، ونحن سنقوم أيضا بزيارة في أعيادهم الدينية وأيضا القومية. الأعياد هنا في قرية هوديان لها طعم آخر، لأن المسيحيين والمسلمين يحتفلان معا في فرحة هذه الأعياد، سواء كانت للمسلمين أو للمسيحيين. ومن هذا المنطلق تقدم قرية هوديان نموذجا جميلا للتعايش بين المكونات والأديان. ريبر عبد الغفار، زاغروس تي في، قرية هوديان، سوران. من سوران إلى الموصل، حيث أقيم فيها قداسا بكنيسة مار بولس بمناسبة عيد القيامة، وشارك في القداس مسلمون ومسيحيون في صورة عبرت عن عمق الأخوة بين مكونات وطوائف نينوى. محمد طلال معه المزيد. هذه الكنيسة هي الوحيدة التي استقبلت أبنائها في عيد القيامة من مجموع 15 كنيسة ودير في الموصل.
البقية لا تزال أبوابها موصدة وأجراسها تنتظر أن تنطق مرة أخرى. هذه الكراسي الفارغة دليل واضح على قلة الأسر العائدة إلى مركز الموصل، والتي يتراوح عددها ما بين 30 و40 في عموم المدينة. اليوم ما عندنا كثير عوائل راجعة بين 20-30 أو 40 بعد ما عملنا إحصائية كاملة، لكن أعداد جدا جدا قليلة، وأغلبية المسيحيين الموجودين خارج الموصل يرتأون للعودة، لكن دا ينتظرون يوم أفضل، وخاصة لما يشوفون لا يوجد مساواة أحيانا بينهم وبين الآخرين. تحديات كثيرة، ومن ضمنها أولا التحدي الماضي اللي خلق حاجز نفسي أمام الكثير من العوائل، حاجز الثقة اللي أيضا هو عامل أقوى بعد، لأن كثير من العوائل فقدت الثقة بكثير من الناس بسبب انجرارهم وراء تنظيم داعش وقيامهم بتهديد المسيحيين. أيضا الوضع العام للمدينة، الضمانات اللي يحتاجوها المسيحيين، وأيضا الوقت الكافي حتى تشفى هاي الجراح. نأمل أن تكون هناك عودة قوية. القداس الذي أقيم بمناسبة هذا اليوم كان رسالة واضحة أن مدينة الموصل تتقبل الجميع، وهذا ما جسده المسلمون الذين حضروا القداس إلى جنب أخوتهم المسيحيين. دعوات انطلقت من مطران الموصل أن يتم إعادة بناء السلام والإنسان، فهما قادرين على بناء الأوطان. نتمنى أن يحل السلام والأمان على بلدنا وبكل العالم، لأن ماكو أحلى من السلام وماكو أحلى من المحبة، ونعيش كلتنا بأخوة أخوة مثل ما كنا، وإن شاء الله نكون أحسن وأحسن. نطلب بأن يحل السلام. هاي هي الكنيسة الوحيدة طبعاً اللي تعمرت بسبب الظروف اللي صارت، تعرفون أنتم، ونتمنى نرجع لهاي المدينة اللي هي مدينتنا. الروح الحقيقية للموصل هي التعايش السلمي. الموصل هي عاصمة الأديان الإبراهيمية الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام، واللي عاشوا مع بعض لأكثر من 2000 سنة. بعد تحرير نينوى شهدت مدينة الموصل عودة خجولة للمسيحيين، فالجانب الأيمن وبالتحديد قديمة الموصل كان يتركز فيه غالبية المسيحيين، أما اليوم فالحطام والركام يسكن بيوتهم بدلا عنهم، وذكرى سوداء تعلق في أذهانهم بعدما جرى لهم على أيدي التنظيم الإرهابي. من الموصل، محمد طلال، زاغروس تيفي. إدانة كردستانية ودولية للحدث الأبرز عالميا، وهي تفجيرات التي هزت سريلانكا وحصدت أرواحا كثيرة وأوقعت جرحى كثيرين. صبيحة عيد الفصح واحد الشعانين، إلى التفاصيل. 207 من القتلى على الأقل وأكثر من 450 مصابا مجموع ضحايا تفجيرات هزت العالم وليس سريلانكا فقط. وفور انتشار الخبر، دول وقادة من مختلف أنحاء العالم نددوا بالتفجيرات التي ضربت الكنائس والفنادق في سريلانكا. 3 كنائس ومثلها من الفنادق في كولومبو كانت الهدف لتفجيرات إرهابية متزامنة في عيد الفصح المجيد. نيتشيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان وعبر تغريدة من على تويتر أكد أن الهجمات الوحشية ضد الأبرياء في سريلانكا تذكر بالقوى المناهضة لقيمنا العالمية المشتركة، والتي لا تزال تحاول منع السلام والتعايش والتنوع الديني، مضيفا: أفكارنا وصلواتنا مع الضحايا والناجين من السريلانكيين. ومن جهته وفي أربيل أيضا، مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بارزاني أبلغ السفير السريلانكي لدى العراق ناراجان أرانسينغا تضامنه وتعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وإقليميا، أعربت الإمارات العربية المتحدة رسميا عبر خارجيتها ومصر عبر الرئيس المصري وشيخ الأزهر كلا عن إدانته للجريمة النكراء. الحبر الأعظم، باب الفاتيكان ومن ساحة القديس بطرس وسط الفاتيكان، صلى لأجل الضحايا في تفجيرات سريلانكا، معربا عن أمله في أن ينتهي القتل واللجوء والنزوح والعداء في كل العالم.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد فورا سقوط العديد من المواطنين الأمريكيين في التفجيرات في كولومبو. هذا وكانت كنيسة القديس سباستيان من الأهداف 9 للتفجيرات التي ضربت أنحاء في سريلانكا. المسرح الدامي للجرائم ذكرت بقصة فداء المسيح عبر قرابين من المؤمنين المسيحيين الذين حضروا قداس الكنيسة. السلطات السريلانكية في كولومبو أعلنت القبض على 7 أشخاص على خلفية الأحداث، فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى العاصمة بغداد للاطلاع على أحوال وآخر أخبار العاصمة وكذلك المحافظات العراقية الأخرى، وتنضم إلينا من هناك مباشرة ندى المرسومي. صباح الخير عليك ندى، ما هو الجديد لديك؟ صباح الخير محمد. يعني اليوم العاصمة بغداد تشهد مجموعة من الفعاليات بالإضافة إلى الأخبار المنوعة الأخرى. يعني فرع بغداد لنقابة صحفي إقليم كردستان يقيم الحفل الخاص بمناسبة الذكرى 121 لعيد الصحافة الكردية. أيضا بحضور السفارة الصينية وشركة هواوي العالمية وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي في إقليم كردستان وهيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وزارة التعليم العالي، تطلق الحدث الافتتاحي لمسابقة هواوي لمهارات الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط 2019-2020. أيضا تحت شعار هويتنا الإبداع، كلية الإعلام الجامعة العراقية تقيم مهرجانها الطلابي السادس الذي سيقام في نقابة الأطباء. يعقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي جلسة حوارية مع ممثلين عن اللجان ومستشاري المجلس اليوم عند الساعة 12 في القاعة الدستورية داخل قبة البرلمان. أيضا برعاية السيد رئيس الوزراء وبإشراف وحضور السيد وزير الكهرباء يفتتح معرض ومؤتمر طاقة العراق السادس على قاعة المؤتمرات في معرض بغداد الدولي. كذلك كشف عضو مجلس محافظة بغداد علي هجول أن قرار تحصين الجسور للحد من حالات الانتحار اتخذه رئيس المجلس رياض العظاظ بشكل شخصي، مبينا أن المجلس سيطعن بالقرار. إلى محافظة نينوى، وفاء واستذكارا لشهداء فاجعة العبارة يقيم معهد الفنون الجميلة للبنات افتتاح عمل نحت للعبارة، يصاحبه افتتاح معرض بوستر من أعمال طالبات قسم الفنون التشكيلية وقسم التصميم عن موضوع العبارة، بالإضافة إلى عرض عمل مسرحي من إعداد قسم الفنون المسرحية بعنوان انتبهوا مرة أخرى، وبحضور أعضاء خلية الأزمة ومدير عام تربية نينوى ومدير قسم الإعداد والتدريب. أما محافظة النجف، صحة النجف تعلن وقوع 15 حادث سير أيام الزيارة الشعبانية. أما إلى محافظة البصرة، مصادر أمنية في محافظة البصرة صرحت أن قوة من الشرطة ضبطت في منطقة هور طرة الواقعة ضمن قضاء المدينة موقعا كان يستخدم في سرقة النفط من أنبوب ناقل يتصل بأحد الحقول النفطية، مبينة أن القوة عثرت في الموقع على أنابيب مطاطية تمتد لمئات الأمتار، كما ضبطت سيارة من نوع لاند كروز إضافة إلى صهريجين محملين بالنفط الأسود. محافظة الأنبار، القبض على 3 متهمين ومصادرة مضبوطات تستخدم في تهريب النفط في الأنبار. أما محافظة ديالى، إصابة طالبة في الدراسة الابتدائية أثر سقوط مروحة هواء سقفية داخل الصف وأثناء الدرس في إحدى مدارس بقضاء الخالص شمالية ديالى. هذا كان كل ما لدي محمد. طيب ندى، دعيني أسألك على مسألة حواجز الأمان على الجسور التي شاع صيتها منذ الأمس. شعبيا ندى، كيف استقبل المواطنون هذا الخبر أو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف يرى البغداديون هذا الخبر؟ ولماذا زادت حوادث الانتحار بهذا الشكل؟ نعم ندى.
يعني محمد، يعني بالتأكيد يعني اتخاذ إجراءات تتمثل بتحصين سواء كانت الجسور أو تحصين مناطق، ويعني حجب الكثير من المظاهر والشوارع والمناطق البغدادية بهذه السياسة السياجات الأمنية، وربما قد تكون هذه السياجات الأمنية هي عبارة عن كتل كونكريتية كما كان يتداول عبر مواقع التواصل. هذا الأمر من قبل الشارع العراقي أو الشارع البغدادي كان مرفوض تماما، خصوصا وأن اعتبار يعني هذا الأمر هو ليس يعني خطة أمنية، يعني بل هو ترقيع يدخل ضمن إطار الخطط الأمنية، لأن هنالك الكثير من يعني المواقف والأمور التي دعت الكثير من المواطنين نساء ورجال شباب وفتيات أيضا للإقدام إلى الانتحار، وهي تتمثل لربما من الناحية الاقتصادية والناحية المعيشية. يعني كان من المفترض دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث حالات الانتحار ومعالجتها أو تطمين المواطنين على أقل تقدير في أن الوضع بصورة عامة في العراق سوف يتحسن. بعد ذلك ممكن أن تتخذ إجراءات أخرى للحد من هذه الظاهرة، أما أن تتخذ طريقة أنه وضع هذه السياجات الأمنية على الجسور هي كانت مرفوضة من قبل الشارع البغدادي. نعم، إذن الشارع البغدادي والعراقي بشكل عام يطالب بمعالجة أسباب المشاكل وليس ترقيعها كما تفضلت. ندى المرسومي، كنت معي مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لهذه المداخلة. إذن أنتقل إلى أربيل ولكن عبر الهاتف، معي سليل عصام. سليل، صباح الخير عليك. نعم سليل، صباح الخير محمد، حياك الله، تفضلي سليل. محمد، نعم معك لعرض آخر الأخبار والنشاطات من مدينة أربيل وكذلك إقليم كردستان. نعم. حيث تشهد مدينة أربيل اليوم العديد من النشاطات المهمة، منها بمناسبة يوم الثقافة الكردية، حيث نشرت قبل 121 سنة من اليوم في القاهرة أول صحيفة كردية بعنوان كردستان، وذلك في 22 من هذه السنة. طبعا في مدينة أربيل تقام اليوم العديد من الفعاليات، أولها في جامعة صلاح الدين، حيث تقوم القسم الكردي بمناسبة مرور 121 سنة على إطار أول جريدة كردية، وكذلك ستكون هناك ورشة عمل بهذه المناسبة. أيضا سيكون هناك نعم عديد من الاحتفالات في هذه المناسبة، وسيكون هناك عدد من المعارض وال الاحتفالات. كذلك تقوم اليوم في مدينة أربيل اللجنة المالية في برلمان كردستان باجتماع مع اللجنة الوزارة لمناقشة أنشطة التضامن. كذلك تقوم معهد نوبل لأول مرة بملتقى عدد من طلبة قسم الإعلام أو السوشيال ميديا وآثاره على المجتمع. طيب. نعم، والنشاط الأهم اليوم هو افتتاح أو إطلاق فعاليات معرض أربيل الدولي للاحتفال بدورته 11، وذلك بمشاركة 200 شركة وكذلك 15 دولة. طبعا هذا المعرض يضم العديد من النشاطات، وهو المعرض بالدماء والإشاعات والتجهيزات البلدية وكذلك النفط والغاز. ونصح إلى السليمانية حيث سيقام تسريب لعدد من القنوات في الثقافة، وكذلك في التلفزيون، وذلك بمناسبة مرور 121 سنة، وسيقام أيضا في طهران افتتاح معرض لأرشيف الثقافة لكل من المحافظين عادل كوتر وقحطان طاهر. أما في حلقة ستقام عدة نشاطات الاحتفاء بمرور 121 سنة على حضور أول جريدة كردية، كذلك سيتم أيضا افتتاح عدد من المعارض وغيرها. ونتقل إلى دروس، قد سيكون هناك معرض ل400 جريدة كردية من العام 1976 حتى العام 2019. نعم محمد، هذا كل ما يخص نشاطات اليوم والتي أغلبها تخص الصحافة ويوم الصحافة الكردية ومناسبة مرور 121 سنة على إصدار أول صحيفة كردية في إقليم كردستان. نعم.
مبارك عليك أيضا أنت سليل، شكرا لانضمامك معنا من أربيل عبر الهاتف. وربما كانت إشارة أجهزة البث المباشر ضعيفة بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار. شكرا سليل. أكد رئيس غرفة صناعة وتجارة ديار بكر محمد قاية بأن وزير الخارجية التركي مولود جاويشوغلو سيجري الأسبوع المقبل زيارة إلى مدينة أربيل عاصمة أقليم كردستان. وأكد قاية على أهمية العمل المشترك والتجارة بين أقليم كردستان وتركيا، وقال نحن نرغب في تقوية أواصر التقارب بين المجتمعين، وخصوصا بعد بدء الرحلات الجوية بين أربيل ديار بكر وبين أربيل ديلوكا، وأيضا بعد بدء تسيير الرحلات بين السليمانية واسطنبول. إلى الشأن العراقي، أفاد مصدر في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أبلغ تحالفات سياسية برلمانية قيام حكومته باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوي هود وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن التهديدات التي أطلقها بفرض عقوبات على العراق حال خرقه لعقوبات الولايات المتحدة المفروضة على إيران. ونقل المصدر عن عبد المهدي قوله لقيادات الكتل البرلمانية أن سبب عدم إمكانية استدعاء هود وتسليمه مذكرة والاحتجاج على تهديده مرده أن بغداد حصلت على بعض الاستثناءات في العقوبات المفروضة على إيران، خاصة في موضوعي الغاز والكهرباء، حيث منحت بغداد فترة إضافية لحين تدبير أمورها بموضوع الكهرباء. أعرب كبير مبعوثي أمريكا في العراق جوي هود عن أمله بأن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى كل من بغداد وأربيل، مضيفا أن بلاده قد تفرض إجراءات دبلوماسية على العراق في حال لم يلتزم بالعقوبات المفروضة على إيران. واتهم هود في حديث صحفي يوم الأحد فصائل حزب الله العراق بمنع عودة النازحين إلى ديارهم لا سيما في جرف الصخر، ومضى يقول هم يقومون بالابتزاز والأتاوات ويمنعون الناس من العودة إلى ديارهم، وإن هذه الفصائل منشغلة الآن بالأنشطة الاقتصادية. وأشار هود إلى أن هذه الأنشطة تقوم بها هذه الفصائل خارج نطاق سيطرة القوات الأمنية العراقية والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي. كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن هناك 10 أسباب تقف وراء زيادة العنف والانتحار في المجتمع العراقي، فيما طالب بتشريع قانون للحد من الظاهرتين. وقال الغراوي في تصريحات له أن ازدياد حالات العنف تعود لأسباب 5 هي الحالات النفسية وارتدادات الصدمة لكثرة الحروب العراقية وفقدان الأشخاص لأحلامهم وفرص عملهم والفقر عبر عدم وجود موارد لديمومة الحياة. وذكر الغراوي 5 أسباب أخرى قال أنها سمحت بازدياد حالات الانتحار، وهي المشاكل الاجتماعية بمختلف مستوياتها والتفكك الأسري والاستخدام السيء للتكنولوجيا عبر نشر حالات العنف ورؤية الأطفال لبرامج وألعاب تحتوي على ثقافة العنف والتطرف والقتل، ما تسبب بردة فعل سمحت بالتمادي وبحث الضحايا عن ملاذات للتنفيس عن خواطرهم. وجه مجلس محافظة بغداد بوضع حواجز أمنية على الجسور في العاصمة، وذلك للحد من حالات الانتحار التي انتشرت في الآونة الأخيرة. ووفق تقارير نشرتها منظمة حقوق الإنسان في العراق، أشارت أن حالات الانتحار بلغت 2000 حالة وبدوافع مختلفة للفترة ما بين 2015 و2017، مشيرة إلى أنها أرقام مفزعة عند مقارنتها مع حوادث الانتحار في السنوات الماضية. وذكر المجلس أيضا أنه يسعى إلى توثيق هذه الأرقام والتثبت منها من خلال مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهذا ما كان مرفوضا شعبيا ومن قبل بعض نواب المجلس أو البرلمان العراقي بحسب مراسلتنا في بغداد.
تعد الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين للإعلان عن ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية. ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيعلن أنه اعتبارا من 2 آيار لن تمنح وزارة الخارجية بعد ذلك استثناءات من العقوبات لأي دولة تستورد النفط الخام الإيراني. هذا وعادت واشنطن فرض العقوبات على صادرات النفط الإيراني بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم أمس الأحد. وأضافت الوزارة أن إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار ويذكروا أو دون إنذار على الإطلاق. وقالت أن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات ووسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن مباشرة لنقل كلمة رئيس حكومة إقليم كردستان شيرفان برزاني بمناسبة يوم الصحافة الكردية. نتابع. لم بنيدا سلاو ليادي ما مستيان مقداد مدحت بدرخان و عبد الرحمن بدرخان كأودو جورا روشن بيرا لهندران و دربدريدا جرينترين لا پرایان لمیجوی زمان و روشن بیریو خبار سیاسی کرد تمار کرد وناضل في النضال الكردي والتحية إلى نقابة صحفي كردستان وجميع صحفي كردستان. وبهذه المناسبة تحية إلى البيرامير حسني مكرياني والذين كانوا نجوما ساطعة في سماء الصحافة الكردستانية، وتحية لذكرى العديد من المثقفين والكتاب الكردستانيين الذين كرسوا حياتهم للحفاظ على هوية وثقافة الشعب الكردي، وعدد كبير أيضا استشهدوا في هذا الطريق مثل دار التوفيق وصالح يوسفي وشاكر فتاح وموسى عنتر. أيها الحضور، كما ترون ونحن إذا أردنا أن نحتفل ونحتفي بهؤلاء الأسماء فهم كثر. هذا النضال مستمر في لإثبات وجود الشعب الكردي أيضا. كما تعلمون أجدادنا أيضا كانوا حريصين على النضال ودافعوا وبدمائهم من أجل تراب كردستان. ولماذا ناضلوا بهذا النضال ولم يصل إلى أهدافه أيضا؟ وكما أستاذنا الكبير أحمد خاني ويقول بقيت حيرا في حكمة رب العالمين، ولماذا لحد الآن أصبحنا محرومين لحد الآن؟ ومع كل هذه التجارب ونحن نفتخر بتاريخنا أيضا أننا باقون ولم وأصبحنا متحدين أيضا سواء حتى في تنوع اللهجات والمذاهب وحتى في الهجرة والاغتراب. كل هذه الظروف لم تستطع أن تفرقنا وأصبحنا متحدين،
وفي أربيل أو في أي مدينة أخرى من مدن كردستان، حتى في القرى وفي قرى خراسان، لديهم نفس القضية والمعاناة، ويجرون الحسرات من أجل كردستان أيضا، ويناضلون من أجل نفس الهدف أيضا. والتاريخ شاهد على ذلك، أنه في الماضي لم يستطع أحد أن يقهر الشعب الكردي. كان هناك شعوب أخرى والتاريخ استطاع أن يقهره، لكن الشعب الكردي لم يستطع أحد أن يقهر الشعب الكردي. وبدون شك هذا الوجود وهذا البقاء والصمود يعود إلى تاريخ الشعب الكردي ولغته وهويته أيضا وثقافته وفنه والفن الكردي والشعور بالبقاء من قبل الفنان الكردي والمثقف الكردي أيضا. ومثل الأستاذ توحدي أيضا الحفاظ على هوية اللغة والثقافة، والتي لذلك يجب أن نغني هذه الثقافة أكثر. نسمع أن الجبال فقط هي أصدقاء الكرد، ولكن أقول أن اللغة الكردية هي حافظة أكثر من الجبال. هوية الشعب الكردي، الشعب الكردي في خراسان أكبر دليل على هذا الكلام. ونضال الأستاذ التوحدي أكبر دليل على الحفاظ، حفاظ الثقافة والموسيقى الكردية، وأصبحت حية لحد الآن. واليوم أنتم الأستاذنا الكبير كليم الله وموجود أيضا. واليوم نحتفي بصدور أول صحيفة كردية قبل 121 عاما. نسمع كثيرا بعض الملاحظات حول اللغة الكردية، ونحن جميعا مسؤولين. قبل ذلك لم يكن هناك حكومة أو مؤسسات ثقافية، فقط الفرد الكردي، وكان اللغة في عملية تطور مستمرة، وكان هناك أيضا، ولكن الشعور بالمسؤولية من قبل الفرد الكردستاني تجاه لغته والحفاظ عليها. وأذكر نموذجا للشباب، وفي اللهجة الكرمانجية مثل شعراء هجار وهيمن وحسن قزلجي ومسعود محمد وعلى الدين سجادي والشيخ محمد، وله العديد والمئات من المؤلفات والكتب. وفي اللهجة الكرمانجية هناك العديد من الكتاب والمثقفين، أمين عبدار وقناتي كردو وكردو وعربي شمو، وأيضا هؤلاء هم أيضا لديهم العديد والمئات من المصادر التي نستفيد منها. وأيضا في اللهجات الأخرى مثل الهورامية، مثل مولوي وخانق بادي، وأيضا في الحفاظ على هذه اللهجة ولغتنا أيضا. يجب على الشباب البحث عن هذه المصادر أيضا والاستفادة وإغناء اللغة الكردية أكثر، وأيضا من خلال الأغاني الكردية والفن الكردية أيضا، وبهذه المناسبة الأستاذ توحدي أيضا صاحب تجربة كبيرة في هذا المجال. يجب أن لا نقول أن اللغة الكردية في خطر، وإنما يجب أن نزف الأخبار بأن زمن الكردي في عمل تطور مستمر. مرة أخرى أدعوكم أيضا بأن أن تكونوا حريصين وحافظوا على اللغة
كردية لأنه الوطن الثاني لنا أيضا. لذلك هو يجب الحفاظ على الوطن الثاني أيضا. اليوم الأستاذ الكبير توحدي ممثل اللغة الكردية أيضا. ومرة ثانية أشكر حضور الأستاذ توحدي والوفد المرافق له، وتحياتنا إلى الكرد الكرمانج في خراسان وأينما كانوا. ومن هنا أيضا أشد على أيادي الأستاذ توحدي وعلى نتاجاته جميعا، والتي لحد الآن لم ترى النور أيضا، والتي أيضا صدرت. أيها الحضور الكريم، وفي الختام أود أن أقول كلمة مختصرة حول الوضع الحالي في كردستان. في هذه الأيام ما يقارب 6 شهور على إجراء انتخابات كردستان، هناك العديد من الانتقادات حول تشكيل الحكومة وعدم تشكيلها. وأؤكد لكم أن جميع الأحزاب والأطراف السياسية يجب في النهاية أن يتفقوا، ويجب أن لا نفهم الديمقراطية ليست لديها مشاكل، ولكن هناك للجميع الحقوق في التكلم. يجب أن يكون صبرنا طويلا والوقت الكافي لمعالجة جميع المشاكل. وهذا التأخير هي حالة طبيعية، والوضع الحالي في كردستان يتطلب ذلك الكثير من اللقاءات والمحادثات للتوصل إلى اتفاق للحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والسلم الاجتماعي في أقليم كردستان والوضع الاقتصادي أيضا. نرغب الحفاظ من الأطراف السياسية وخاصة الرئيسة المشاركة في الحكومة وتشكيل حكومة تخدم كردستان وتكون كردستان أقوى واستحصال غد مشرق لشعبنا. المهم هو وحدتنا ووحدة الصف الكردي، وأيضا حفاظ على هذا الشيء والتعامل مع أقليمنا أيضا، وبدعمكم أنتم أيضا سنحاول معالجة جميع المشاكل. وكونوا متأكدين، هناك أيام مشرقة تنتظر شعب كردستان، وننتظر غد مشرق، ومعا جميعا نخطو نحو كردستان أفضل وقوي. ومرة أخرى تحية وتقدير للجميع، وأود الإشارة أيضا إلى بعض النقاط التي أشار إليها السيد نجات. أيضا أؤكد لكم، السنوات الماضية كان هناك تقصير في الاهتمام الجانب الأكاديمي أو الجانب الأكاديمي، وأؤكد لكم أننا كان هناك ظروف صعبة جدا، أيام صعبة، ولكن بالتأكيد كان هناك مواضيع أو ربما أولويات أهم، منها حرب داعش والأوضاع الاقتصادية. وأؤكد أنه هذا الموضوع سيكون من جل اهتماماتنا في، وقبل ذلك أيضا تطرقت إلى هذا الموضوع، وسيكون لدينا اجتماع حول هذا ومعالجة جميع المشاكل بهذا الخصوص. مرة ثانية أرحب بكم والسيد توحدي والذي أتى وشرفنا من خراسان وزار كربلاء والنجف، وأيضا دعا لنا أيضا ولأقليم كردستان. شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة رئيس وزراء حكومة أقليم كردستان المباشرة بمناسبة يوم الصحافة الكردية. فمبارك لكل الصحفيين والإعلاميين الكرد وكل من هم خلف الستار ينقلون هذه الصورة عبر هذه الفترة الزمنية الطويلة. التذكير بالعناوين: الصحافة الكردية تحتفل بذكرى صدورها 21 بعد 100.
إدانة كردستانية ودولية للتفجيرات التي هزت كنائس سريلانكا. وزير الخارجية التركي يزور أربيل الأسبوع المقبل. عبد المهدي يرفض استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية. والخارجية الأمريكية تحذر من هجمات أخرى في سريلانكا من قبل الجماعة الإرهابية. كانت هذه أبرز أخبار الساعة، قدمناها لكم من زاكوز الفضائية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.